بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس اليوم في مكون الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي، الوحدة الخامسة، الدرس التاسع عشر، الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب. أهداف التعلم لهذا الدرس: أولا، أختزل أعدادا كسرية قابلة للاختزال وأقارن كسورا مع العدد واحد، وأيضا أقارن كسرين وأرتب كسورا. في البداية، الكسور المتكافئة هي كتابات مختلفة للكسر نفسه، فهي تمثل المقدار نفسه. ألاحظ الأشرطة والجزء الملون من كل شريط وأكتب البسطة أو المقام. نبدأ باللون الأول، هناك مستطيل نسميه الكل لأنه غير مجزأ، هذا الكل. وقد رأينا في حصة سابقة وفي درس سابق قراءة الأعداد الكسرية وكتابتها بأن واحد يمثل الكل والجزء كذلك واحد، إذن العدد الكسري هو واحد على واحد يساوي واحد. إذن هنا دائما العدد الكسري هو الجزء على الكل. نعم، إذن سنمثله بالعدد واحد، كل الشريط ملون، إذن العدد هو واحد. نمر إلى الحالة الثانية، هذا الكل قسمناه إلى جزئين، لوننا جزءا بالأخضر فأصبح الكل هو ماذا؟ نعم، الكل هو اثنان. الآن أصبح الكل اثنان، وما هو الجزء الملون؟ الجزء الملون واحد، إذن الكسر يكون هو واحد على اثنان. نعم، نصف الشريط ملون، العدد الكسري الموافق للنصف واحد على اثنان، باعتبار أن الواحد يمثل الجزء واثنان يمثل الكل. نمر إلى الثالث، وقد قسمناه إلى أربعة أجزاء متقايسة أو متساوية. نعم، أربعة أجزاء متساوية، لونا جزئين وتركنا الجزئين الآخرين غير ملونين. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن الجزئين الملونين بالبنفسجي يساويان الجزء الملون بالأخضر، إلا أن كتابتهما ستكون مختلفة. سنرى أن الكل هو أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، والجزء الملون كم؟ اثنان. نعم، إذن العدد الكسري يكتب الجزء على الكل، إذن اثنان على أربعة، أو يسمى ربع الشريط ملونان، تكتب اثنان على أربعة. نمر إلى الشريط الرابع، في الشريط الرابع قسمنا هذا الشريط إلى كم جزء متساوي؟ نعم، إلى عدد قمنا بالعد لأجزاء هذا الشريط، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذن قسمنا الشريط إلى ثمان أجزاء متساوية أو متقايسة. إذن الكل هو ثمانية، ما هو الجزء عدد الجزء الملون؟ إذا كان الكل هو ثمانية فما هو الجزء الملون؟ نعم، لنعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذن أربعة هو الجزء والكل هو ثمانية، إذن العدد الكسري، انتظر وهلة للتفكير، الجزء على الكل، واحد اثنان ثلاثة، نعم الجزء الملون أربعة أثمان الشريط، نعم أربعة أثمان أي أربعة على ثمانية. نمر إلى الشريط الأخير الملون بالأزرق، وقد قسمنا هذا الشريط إلى كم؟ لنعد إلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذن هناك عشرة أجزاء، قسمنا هذا الشريط إلى عشرة أجزاء متساوية، فالجزء الملون كم؟ الجزء الملون خمسة والكل عشرة. العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون هو الجزء
على الكل أي 5/10. نعم، 5 أعشار الشريط، 5 أعشار الشريط. لنعد للمقارنة، نلاحظ أن كل هذه الأجزاء الملونة متساوية، 1/2 تساوي الجزء الملون بنفسجي الذي هو 2/4، يساوي كذلك الجزء الملون بالأصفر الذي هو 4/8، يساوي أيضا الجزء الملون بالأزرق أي يساوي 5/10. هذه الكسور متساوية، 1/2 تساوي 2/4 تساوي 4/8 تساوي 5/10، تسمى هذه الكسور متكافئة، فقد تختلف في الكتابة لكنها متكافئة وتمثل المقدار نفسه. نمر الآن إلى كتابة البسط أو المقام لأعداد متكافئة، لأعداد كسرية متكافئة. نبدأ من اليسار، 1/2 لكي يكون الكسران متساويا في المقام ضربنا في أي عدد لنحصل على 4؟ ضرب 2 في، نعم ضربنا في 2، إذن 2 في 2 يساوي 4. يجب أن نضرب البسط في نفس العدد الذي هو 2. 1 في 2 تساوي ماذا؟ تساوي 2. 1/2 يساوي 2/4. قمنا بضرب المقام الذي هو 2 في العدد 4 لنحصل على 8، كذلك نقوم بضرب 1 في 4 لنحصل على ماذا؟ لنحصل على 4. 1 في 4 4. نضرب البسط والمقام في نفس العدد لنحصل على التساوي، إذن ضربنا المقام في 4 يجب أن نضرب البسط كذلك في 4 لنحصل على التساوي. الآن سنمر إلى المقام 10، ما هو العدد الذي نضربه في 2 لنحصل على 10؟ نعم العدد 5، كذلك في البسط نضرب في العدد 5، 1 في 5 تساوي 5. نلاحظ أن عندما نضرب البسط والمقام في نفس العدد لا يتغير العدد، بل يكون العددان الكسريان متكافئان رغم اختلاف كتابتهما. كذلك بالنسبة للعدد 4/8 و5/10، فنحصل أن 1/2 يساوي 2/4 يساوي 4/8 يساوي 5/10. نمر الآن إلى إيجاد المقام، 1/2 نضرب 1 في ماذا لنحصل على 2؟ نعم نضرب 1 في 2، 1 في 2 يساوي 2، كذلك يجب أن نضرب المقام في 2. نعم لقد قمنا بضرب 1 في 2 فحصلنا على 2، كذلك نضرب 2 في 2 فنحصل على 4. بنفس الطريقة نمر إلى المتساوية الأخرى، ضربنا العدد 1 في ماذا لنحصل على 4؟ نعم ضربنا في العدد 4 في المقام، يجب أن نضرب كذلك في العدد 4، إذن 2 في 4 تساوي 8. نفس الطريقة نحصل على العدد الكسري الثالث المتساوي مع 1/2. في ماذا نضرب العدد 1 لنحصل على 5؟ نعم نضربه في 5، إذن كذلك نضرب 2 في 5 فيكون الخارج هو 10. نلاحظ من خلال هذين المثالين بأن ضرب البسط والمقام في نفس العدد فإن العددان متكافئان رغم اختلاف كتابتهما. الآن سأكتب كل بسط ليكون كل كسرين متكافئين. نعم سأحاول كتابة كل بسط لأحصل على كسرين متكافئين. نلاحظ هنا الشريط الأول الملون بالأزرق يمثل 1/2، نلاحظ أنه متكافئ مع الشريط الذي تحته الملون بالأزرق والذي يتكون من 3 أجزاء متساوية، 1/6 و1/6 و1/6. كم من جزء 1/6؟ هناك 3 أجزاء. نعم إذن
سنضرب 1 على 6 في 3. إذن 3 على 6، إذن الجواب هو 3 على 6. إذن إذا عدنا للطريقة التي فسرنا بها التكافؤ، 1 على 2 تساوي عدد على 6، بما أننا ضربنا 2 في 3 لنحصل على 6، كذلك 1 نضربه في 3 لنحصل على 3. نمر إلى المثال الثاني بالأصفر. هنا الجزء الملون بالأصفر في الأعلى 1 على 5 يكافئ الجزء الملون في الأسفل، والملون بالأصفر والمكون من جزئين متساويين هما 1 على 10 و1 على 10. إذن 1 على 5 يساوي ماذا؟ 1 على 10 زائد 1 على 10 يساوي 2 على 10. نعم، بنفس الطريقة نمر إلى المثال الثالث. نلاحظ أن القرص هنا مجزأ إلى 4 أجزاء، الجزء الملون بالأخضر، وهناك يمثله قرص بالأحمر. إذن نفس الجزء الملون بالأحمر هو نفس الجزء الملون بالأخضر، إذن متكافئا. هنا 3 أجزاء من 4 الذي يمكن أن نكتبه كعدد كسري، الجزء هو 3، الأجزاء هي 3، والكل 4، إذن 3 على 4. بالنسبة للشكل اللون الأحمر، الأجزاء الملونة 6، 1 2 3 4 5 6، هنا 6، وفي المقام يكون الكل، إذن الجزء هو الملون 6 والكل هو 8، إذن 6 على 8، وبالتالي فإن 3 على 4 تساوي 6 على 8. لنتأكد من ذلك، 3 في ماذا لنحصل على 6؟ نضرب 3 في ماذا؟ في أي عدد؟ نعم، في 2، 3 في 2 يساوي 6، كذلك 4 إذا ضربنا 4 في 2 نحصل على 8، وبالتالي التساوي أو التكافؤ صحيح. نمر إلى المقارنة، مقارنة الجزئين الملونين وأحيط بخط أكبر كسر في كل مرة. نلاحظ أن هناك قرصين متقايسين. في القرص الأول لون جزء واحد من 4 أجزاء، بينما في القرص الثاني لون جزء من 3. إذن الكسران الممثلان لكل جزء ملون، هنا 1 هو الجزء والكل 4 مثل بالعدد الكسري 1 على 4، هنا الجزء هو 1 والكل 3، إذن مثل الجزء الملون بالكسر 1 على 3 بالعدد الكسري 1 على 3. نمر الآن إلى المقارنة، من الأكبر ومن الأصغر؟ إذن سنقارن هذا الجزء بالجزء الآخر. إذن نلاحظ أن الجزء الواحد من 3 أو 1 على 3 أكبر من 1 على 4. نعم، إذن 1 على 3 هو الأكبر. نمر إلى مثال آخر وسأمنحكم فرصة للإجابة. في هذا المثال نلاحظ أن لدينا مربعا أو مستطيلا مقسم إلى جزئين، ونفس المستطيل مقسم إلى 4 أجزاء. إذن لنمثل هذه الأجزاء الملونة بكسور. إذن الجزء هنا 1، الجزء الملون 1، الكل 2، إذن العدد الكسري يكون 1 على 2. هنا ما هو الجزء الملون؟ هو 1 والكل 1 2 3 4، إذن الكل هو 4، إذن العدد الكسري هو 1 على 4. إذن الجزء 1 والكل 2 1 على 2، الجزء 1 والكل 4 1 على 4. الآن سنقارن هذين الكسرين. الجزء الملون على اليسار أكبر من الجزء الملون على اليمين، وبالتالي فإن 1 على 2 هو العدد الأكبر، هو العدد
الأكبر أو الكسر نلاحظ أن 2 أصغر من 4، 2 أصغر من 4، وبالرغم من ذلك فإن 1 على 2 أكبر من 1 على 4. هم أعيد، المرجو التركيز قليلا. إذا كان لنا عددان كسريان لهما نفس البسط، فالعدد الأصغر مقاما هو الأكبر. إذا كان لدينا عددان كسريان لهما نفس البسط، واحد واحد، فإن العدد الذي له المقام الأصغر هو الأكبر. نفس المثال هنا، لهما نفس البسط، 3 أصغر من 4، إذن 1 على 3 هو الأكبر. لهما نفس البسط، 1 1، 2 أصغر من 4، إذن 1 على 2 هو الأكبر. نمر إلى المثال الثالث، لدينا قرصان. القرص الأول مجزأ إلى 3 أجزاء متقايصة، والقرص الثاني مجزأ إلى جزئين متقايصين. إذن هنا سيمثل الجزء الملون بالجزء على الكل الذي هو 1 على 3، نعم، والثاني 1 على 2. إذن الكسران 1 على 3 و1 على 2، نريد مقارنتهما. يظهر من خلال الشكلين بأن الجزء 1 على 2 هو الأكبر، لكن يجب أن نعود إلى القاعدة التي تعلمناها آنفا. نلاحظ أن العددان الكسريان لهما نفس البسط، نلاحظ أن العددان الكسريان لهما نفس البسط، فأصغرهما مقاما هو الأكبر. إذن أصغرهما مقاما هو 1 على 2، يعني 2 أصغر من 3، إذن أصغرهما مقاما هو 1 على 2، إذن 1 على 2 هو، نعم، هو الأكبر. أحسنتم. المرجو إنجاز تمارين الحصة الثانية، الرابط يوجد أسفل الفيديو. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.